باشمهندس ياسر الموافي بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين الشمس. المشروع ده عبارة عن غواصة بتنزل تحت المية بتقدر تتحكم فيها عن بعد من فوق المية عن طريق جي ستيك. الغواصة دي فيها كاميرتين، كاميرا بتبص عشان تجيب الفيو اللي قدام، وكاميرا تحت بص على الأرم أو الجريبر أو الدراعين بتوع الأرم دي. استخداماتها لإيه بالظبط؟ استخداماتها الأرو في دي المفروض أول حاجة المفروض إن في سد، السد ده فيه شقوق، فالأرو في دي السد ده فيه شقوق، فالأرو في دي فيها مايكرو أرو في أو أرو في صغيرة مربوطة بيها. المايكرو دي بتسيب الأرو في الكبيرة وتدخل جوه السد تشوف الشق كام، الدامتر بتاعه قد إيه، تدخل تشوف المادة الكيميائية اللي في السد، السد الشق ده فيه حاجة بايظة أو مفيش حاجة بايظة، ولو في حاجة بايظة بنبدأ نصلحها عن طريق المايكرو أرو في اللي هي داخل جوه الشق. تاني استخدام ان في مخلفات خروج بتبقى موجوده في الانهار. المخلفات دي بنبدا نشوف المخلفات دي، بنبدا نديتكت ايه هي، بنبدا نعرف ايه بنبدا نعرف ايه وزن المخلفات دي، وبعد كده نبدا نرفعها بالار او في. يعني المفروض ان في مدفع كان موجود تحت المايه السنه دي في المسابقه، المفروض الار او في دي بتنزل تعرف نوع المدفع ونعرف وزنه، نعرف الار او في هتقدر تشيله ولا لا عن طريق البوزيشنز اللي بنحلها، وبعد كده نبدا نرفعها فوق المايه. تالت حاجه المفروض في طياره كانت غرقانه تحت الميه، والمفروض ان احنا بنبدا نعرف ايه نوع الطياره دي، والمفروض نبدا اول حاجه خالص نبدا ناخد ايكويشنز الطياره طلعت بسرعه الرياح، يعني سرعه الرياح قد ايه، والطياره كانت طالعه بسرعه قد ايه، اتجاهها فين، وبنبدا نحدد مكانها في الميه. وبعد كده لو بتنزل تبدا ترفع الانجن او الموتور بتاع الميه، وبعد كده تبدا ترفع الصندوق الاسود بتاع الطياره، نبدا نشوف بقى الكلام ده. بس تستحمل ضغط قد ايه تقريبا؟ الاروف دي بتنزل لحد 12 متر تحت الميه. 12 متر. طب ممكن نشوف حاجه كده لو شغاله فيديو؟